أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الاقتصادية المفصلة من الميادين. إلى العناوين: العملة اللبنانية تخسر 223% من قيمتها خلال عام واحد، وأكثر من 50,000 مؤسسة تغلق أبوابها. الرئيس الجزائري يوقع بروتوكولا ماليا مع نظيره التونسي بهدف دعم التبادل التجاري وتقديم قرض للحكومة التونسية. وفي الاقتصادية أيضا، إيران مول أكبر مركز تجاري سياحي في الشرق الأوسط يوفر أكثر من 120,000 فرصة عمل. أهلا بكم. مع دخول الأزمة اللبنانية عامها الثاني، الانهيار الاقتصادي بات واقعا يوميا يعيشه المواطن، والأرقام وحدها تكشف حقيقة المأساة التي عاشها لبنان عام 2021. هذا التقرير لحسان الرفاعي. 30 عاما والنظام اللبناني يعوم سياساته الاقتصادية، سياسات وضعت مع آخر رصاصات الحرب الأهلية وكرست قطاع الخدمات حجر أساس الاقتصاد الريعي الذي يجب اعتماده. في أزمة صنفت ضمن أسوأ 3 أزمات في 150 عاما الماضية، انهارت الليرة وكأحجار الدومينو أسقطت تباعا الأوهام الاقتصادية التي رسمت في مخيلة الشعب اللبناني. لعل الصورة تقتصر 1000 كلمة، إلا أن الأرقام وحدها تلخص الحقيقة. فالليرة التي استقر سعر صرفها عند 8,000 ليرة مقابل الدولار مع انتهاء العام 2020 شهدت انهيارا وصل إلى 223%، لتنهي عام 2021 ب27,000 ليرة في مقابل الدولار. وبعلاقة طردية مباشرة ارتفع التضخم بنسبة 174%. أما الترجمة لهذه الأرقام فجاءت من بوابة تخطي نسبة البطالة 35% وارتفاع نسبة الفقر إلى 55%. مشكلتي كبيرة، حتى البيت طلعنا من البيت. كل ما سلف ترافق مع إغلاق نحو 50,000 مؤسسة أبوابها، بينها 12,000 مؤسسة في قطاع الألبسة والأحذية، إضافة إلى مؤسسات سياحية وفندقية ومطاعم. سياسات مصر في لبنان أسهمت بنحو كبير في تكريس الأزمة وتعميقها، مع ضخ 18,000 مليار ليرة ليصل مجموع النقد في السوق إلى 52,391 مليار ليرة لبنانية. كذلك تراجع احتياطي مصر في لبنان من العملات الأجنبية بمقدار 6,800,000,000 دولار، ليستقر الاحتياطي عند 12 مليار دولار. عدم الثقة بالقطاع المصرفي انعكس بتراجع الودائع بما يقارب 8 مليارات دولار. هو سقوط حر من دون مظلة انطلق عام 2020 وما زال مستمرا وسط أزمات سياسية ودبلوماسية ومصرفية تكرس مبدأ الهاوية بلا قرار. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على البروتوكول المالي مع نظيره التونسي بهدف دعم التبادل والتكامل المالي، كما تم على إثره تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار للحكومة التونسية. وأعلنت تونس عن أن البروتوكول سيسهم في تعزيز التجارة البينية والتكامل مع الجزائر، وأكدت تسلمها القرض، وأشارت إلى أنه سيسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية في وقت تواجه فيه صعوبة في الاقتراض من الخارج. تتنفس ورود غزة المحاصرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعض الهواء خلال فترة الأعياد، بعد أن وجدت مكانا لها على رفوف محل بيع الهدايا. فقد شهدت تجارة الورد تدهورا كبيرا بفعل الحصار وإجراءات إسرائيل، بعد أن كانت إحدى أهم الصادرات والموارد الاقتصادية للقطاع سابقا. هذا التقرير لعبد الكريم عودة. كان ورد غزة مميز، له اسم وصيت
برا اسمه ورد فلسطين ورد غزة. فهذا الشيء كان يزعج الاحتلال الإسرائيلي. ليش؟ لأن إحنا تفوقنا عليه في إنتاج الزهور، فاليهود بفرضوا علينا إجراءات قاسية. ليش؟ عشان يقيدونا وما يخلونا نتطور في أي من أي نواحي الحياة. فلسطين كانت تزرع حوالي 5000 دنم وحوالي 5000 عامل أو 7000 عامل. بعد إجراءات الحصار أو بعد الحصار 2007 ما فيش شيء اسمه زراعة زهور في قطاع غزة. العمال اللي هم عددهم 5000 7000 الآن قاعدين، هم الآن ما فيش لهم لا وظيفة ولا شغلة ولا شيء. كنا احنا نزرع كميات كبيرة ويتم تسويقها في قطاع غزة، ولكن بسبب إجراءات الإغلاق وإعلان حالة الطوارئ وتسكير البلد تم إتلاف كميات كبيرة من الزهور. وأنا شخصياً كنت أتلف يومياً حوالي 30,000 زهرة، 20-50. بعد تقريباً تخفيف إجراءات كورونا أو التطعيمات اللي حصلت وقلت الكورونا بالبلد، الآن بدينا إحنا إيش نستأنف عملنا. الآن بننتج الحمد لله. هي العام هذا الجديد اللي هو عام 2022 إن شاء الله بكون عام خير. السنة هاي أفضل من السنة اللي فاتت لأنه كان وباء كورونا، وإن شاء الله السنة هاي تكون أفضل بنسبة رأس السنة. وفي ناس يعني مهتمين في الورد الطبيعي وبيشتروا، بالأخص يعني بغزة عندنا ورد إحنا مميز وورد مرتب وأشكال جديدة حتى. وإن شاء الله تكون هذه السنة سعيدة والأمور تمشي على خير. تكبدت الحكومة الألمانية 130 مليار يورو منذ بداية وباء كورونا وفق بيانات كشفت عنها وزارة الاقتصاد الألمانية. وفق البيانات فقد دفعت الحكومة 60 مليار يورو كمساعدات للشركات وقدمت نحو 55 مليار يورو كقروض، بالإضافة إلى عمليات إعادة رسملة وتقديم ضمانات، كما تم تقديم 42 مليارا لدعم العمال الذين تراجعت مداخيلهم. دعم وزراء مالية منطقة اليورو التوجهات للمفوضية الأوروبية إطلاق اليورو الإلكتروني حتى تتمكن المنطقة من مواكبة العصر الرقمي. وفي مقال مشترك نشره وزراء المالية في المنطقة بمناسبة مرور 20 عاما على ولادة العملة، أكد الوزراء ضرورة تقوية الاتحاد المصرفي واتخاذ التدابير التي تسهم في تحسين تدفق الاستثمارات، ما يسهم في توليد فرص عمل جديدة. يعتبر مركز إيرام مول أكبر مجمع تجاري في الشرق الأوسط. ضخامة بنائه وتنوع الخدمات التي يوفرها جعله قطبا تجاريا مهما في البلاد، وبات في المرتبة الثانية خلف بازار طهران الكبير من حيث الأهمية. يلقب هنا بنجمة غرب طهران نظرا لما يحتويه من أماكن تجذب السياحة والمتسوقين من إيران وخارجها. فطريقة بناء معظم صالاته مستوحاة من أماكن تاريخية في إيران. هو استثمار تقدر قيمته بمئات ملايين الدولارات، بني بهدف توطين الاستثمارات الداخلية ومنع خروجها إلى دول الجوار. إيران مول فرصة رائعة لكي نعرض ما لدينا من منتجات وصناعات عريقة. إنه مكان مناسب للتجارة والربح بالنسبة للصناعيين، كما أنه مكان مناسب للزبائن كي يتسنى لهم مشاهدة أفضل السلع. احتواء المركز على 200 مطعم وفندقين اثنين والعديد من دور السينما وصالات الرياضة والتزلج والتنس جعله بحسب القائمين عليه وجهة لملايين المتسوقين سنويا، حركة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. لا مثيل لهذا الصرح التجاري أبدا، فقد وفر الوظائف للكثير من الباحثين عن فرصة عمل في ظل ما تعانيه البلاد من مشاكل اقتصادية. على مساحة 32 هكتارا بني إيران مول، ما جعله أكبر مركز تجاري سياحي في الشرق الأوسط. فعلا الزائر يحتاج إلى عدة أيام ليتمكن من التجول داخل إيران مول ورؤية أقسامه كافة. تبين الإحصائيات أن نحو 120 ألف شخص يعملون في هذا المجمع التجاري. أعداد العاملين هنا تسهم في تخفيف مشكلة البطالة من جهة، كما أنها تدعم طموح الشباب الراغبين بالاستثمار ضمن المشاريع الصغيرة
من جهة أخرى. مالك عابدة، طهران، الميادين. تسببت الحرائق في ولاية كولورادو الأمريكية باحتراق 370 منزلا، فيما تحاصر مئات المنازل والفنادق ومراكز التسوق، وقد قضت على أكثر من 1600 فدان من الأراضي الزراعية وأتلفت المحاصيل فيها. وتسببت الرياح بتحطم خطوط نقل الكهرباء، ما أدى إلى اندلاع الحرائق في غابات الولاية التي تعاني من جفاف يرجعه الخبراء إلى ظاهرة التغير المناخي. آيس ماجادون ظاهرة مناخية جديدة متطرفة تسببت يوم أمس بتجمد شحنة سيارات من اليابان إلى روسيا، فيما أدت اليوم إلى توقف حركة مرور الشحن في ألاسكا. وتسببت الحرارة القياسية المنخفضة بتكون كتل جليدية ضخمة في مدن أقصى شمال الولايات المتحدة، لتسد هذه الصفائح الطرق التجارية وتعرقل حركة المرور في موانئ ألاسكا. في الخبر الأخير، تتجه أسعار النفط لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عاما، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي على الرغم من الركود والقيود التي عادت بسبب متحور أوميكرون. وتتجه عقود خام برنت لتسجيل زيادة سعرية بواقع 53%، في وقت يتجه الخام الأمريكي لتحقيق ارتفاعا بنسبة 57%، على الرغم من المخاوف المتعلقة بتراجع حركة النقل والنشاط الصناعي مطلع العام المقبل. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وتنتهي النشرة الاقتصادية الأخيرة في العام 2021. كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم أيام سعيدة في العام 2022. إلى اللقاء.